الصحية من الميادين، والبداية مع العناوين. دراسة حديثة تكشف أن نصف الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد-19 يعانون من أعراض طويلة الأمد تصل إلى 6 أشهر. سويسرا تسجل 3000 عارض خطير و150 حالة وفاة مرتبطة بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا. الأمن الغذائي العالمي، تحديات بيئية وصحية تواجه الجهود العالمية. كشفت دراسة حديثة أن نصف الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ثم يتعافون منه يعانون من أعراض طويلة الأمد تصل إلى 6 أشهر بعد الشفاء من العدوى. الدراسة التي أعدت في جامعة بنسلفانيا الأمريكية استندت إلى بيانات لأكثر من 250 ألفا من غير الملقحين المتعافين من كورونا، وقد أبلغ واحد من بين كل 5 أشخاص بكوفيد طويل الأمد عن تراجع على مستوى الحركة، كما أظهرت صور الأشعة وجود شيء غير عادي في الصدر ل60% من هؤلاء. وأوردت الدراسة أن ألم الصدر وخفقان القلب كانا من الأعراض الأكثر شيوعا. قالت هيئة الرقابة على سوق الأدوية السويسرية إنها سجلت نحو 3000 عارض جانبي خطير بعد التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد و150 حالة وفاة ذات صلة. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه لا دليل ملموسا يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفيات المسجلة، كما أشارت إلى أن أكثر من 6000 تقرير عن آثار جانبية ارتبطت بلقاح موديرنا، وأكثر من 2500 تقرير ارتبطت بلقاح فايزر ببوتنيك و بايونتك، وفي حين لم يتم تحديد اللقاح المستخدم في 158 حالة. والآن إلى الملف البيئي. تحديات بيئية وصحية كثيرة باتت اليوم تواجه سلامة وأمن الغذاء العالمي، تحديات فرضت واقعا خطيرا جديدا في ظل جهود تبذلها الدول وبرنامج الغذاء العالمي لتلبية الحاجات الأساسية للسكان. هذا التقرير لمهدي الديراني. 16 من تشرين الأول أكتوبر، تاريخ اتخذته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يوما عالميا للأغذية، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم على نطاق واسع من قبل العديد من المنظمات المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي. ولا شك في أن البيئة باتت اليوم جزءاً لا يتجزأ من مفهوم السلام العالمي، لا بل أضحت على ارتباط وثيق بالرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والأمن الغذائي العالمي. تغير المناخ وتداعيات التحديات البيئية عكست واقعا جديدا خطيرا في العالم أجمع، واقع يكثر فيه التدهور البيئي وتهديد الأمن الغذائي. فالحصول على كميات كافية من الغذاء الآمن هو أمر أساسي لاستدامة الحياة وتعزيز الصحة الجيدة، وعادة ما تكون الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية معدية ولا يمكن رؤيتها غالبا بالعين المجردة، وتسببها البكتيريا أو المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الماء الملوث. تهديد الأمن الغذائي لا يقتصر على الحيز البيئي والغذائي فحسب، بل إن أزمة تفشي فيروس كورونا ساعدت على تفاقم الأزمة، إذ إنه أكثر من 811 مليون شخص باتوا يعانون من الجوع منذ عام 2020، أي ما يمثل زيادة بمقدار 161 مليون شخص مقارنة ببيانات عام 2019. بيانات وإحصاءات تظهر تضاعف الأزمات الغذائية وسط جهود حثيثة من برنامج الغذاء العالمي لتلبية الحاجات الأساسية للسكان.
معنا من عمان الخبير الزراعي والعضو المؤسس في العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء الأستاذ حسن جعجع. أرحب بك أستاذ حسن. لماذا جنحت الأمم المتحدة إلى اعتبار 16 من تشرين الأول من كل عام يوما عالميا للأغذية؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى وضعها على الرزنامة العالمية؟ تحياتي للميادين، تحياتي للمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. بالواقع التدهور العالمي يلي عم بيزيد سنة بعد سنة خلت الأمم المتحدة تعتبر أنه يجب وضع يوم للبحث بهالأزمة العالمية. هلأ المشكلة الأساسية يلي عم تحصل إنه كل سنة عم نلاقي نحن تدهور أكبر بالبيئة، ازدياد عدد السكان الجوعى، نسبة أعلى بالأمن الغذائي، تلوث أكبر بالمياه، تدهور بالغطاء النباتي، ارتفاع بدرجة حرارة الأرض. هلأ كل هالعوامل المشتركة عم بتوصل لأزمات إنسانية عالمية. عم بتحاول منظمات الأمم المتحدة التعامل معها بالشراكة مع القوى الفاعلة على مستوى الكرة الأرضية، ونحن كمجتمع مدني لنا رأي في هذا المجال. طيب سيد حسن، هل يمضي العالم اليوم على مسار صحيح بالتعاون ما بين الأمم المتحدة والحكومات خصوصا للدول الصناعية الكبرى نحو القضاء التام على كل هذه التداعيات التي تفضلت بالحديث عنها أقل من عام 2030 وصعودا؟ يا سيدي، النتائج والإحصائيات يلي عم تحطها أو عم تنشرها الأمم المتحدة، الفاو، برنامج الغذاء العالمي، الإيفاد، اللي هن المؤسسات الدولية الثلاثة الأساسية التي تعنى بموضوع الزراعة والغذاء بالعالم، عم بتقول أنه في تدهور الأمن الغذائي العالمي وازدياد أعداد الجوعى في العالم وازدياد المشاكل اللي عم بيعانوا منها الأطفال غذائيا، وخصوصا في آسيا وأفريقيا ويتبعها أمريكا الجنوبية. هالشي بيعني بأنه الخطط وتنفيذ الخطط يلي عم تمارس ما عم تأتي أكلها، يعني واضح أنه نحن منا على الطريق الصحيح. نحن كل سنة عم بيكون وضعنا أسوأ من السنة اللي قبلها، والأمر يرجع إلى سوء ذات تطبيق هذه السياسات من قبل الحكومات برأيك؟ والله شوف، هي يعني في مجموعة عوامل مركبة ومتداخلة مع بعضها. الحكومات ما في شك تتحمل جزء من المسؤولية، الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات يلي عم تشتغل على مراكمة الأرباح على حساب الاستدامة للبيئة الزراعية والمجتمعات الزراعية، التغير المناخي يلي كمان سببه أن الدول الصناعية الكبرى أساساً عم تستهلك وتضرب التوازن البيئي إلى صالح مراكمة الأرباح. يعني هذه طبعاً نحن لا ننفي كمان سلوكيات المجتمعات بعدم احترام البيئة وزيادة التلوث وإلى ما هنالك من هالممارسات. كل هالأسباب مجتمعة عم بتوصل لهالنتائج العكسية يلي عم بتصيب
المجتمعات الهشه اساسا في المناطق اللي حكينا عنها باسيا وافريقيا ومن ثم امريكا اللاتينيه، امريكا الجنوبيه. طيب، وبالتالي سيد حسن، ترى ان هناك حاجه لاستراتيجيات تكيف، استجابات للسياسه التغير العالمي بما في ذلك خيارات معالجه تخصيص المياه انماط الاستخدام للاراضي، تجاره الاغذيه وغيرها من هذه العوامل التي تحتاج الى ضبط لاجل تصحيح المسار وبالتالي تصحيح المؤشرات. تماما تماما. هلا نحن بدنا نقول شو هي الاسباب، يعني شو اللي عم بيحصل. تغير المناخ، شو اسباب التغير المناخ؟ ازدياد الحراره على مستوى الكره الارضيه، شو اسبابه؟ موضوع الصناعه، موضوع استخدام الطاقه الاحفوريه. الان نحن بازمه، مثلا الان نحن بازمه دوليه، لانه الصين بدها تستعمل كميات ضخمه من الفحم الحجري يلي هو رح يعني كمان ازدياد بالحرارة على مستوى الكرة الأرضية. تركيا أيضا كمان عندها برنامج لاستخدام كميات ضخمة من الفحم الحجري. على سبيل المثال، الشركات الأمريكية الكبيرة يلي عم تستثمر بأمريكا الجنوبية يلي هي تعتبر بشكل أساسي الرئة تبع العالم، عم تقطعوا الأشجار من أجل زراعة الأعلاف، من أجل تربية الأغنام والأبقار، من أجل بيع اللحوم للعالم، يلي هي بحد ذاتها ببرنامج الغذاء غير صحي وتسبب أمراض ومشاكل. هلأ هالقوى الكبيرة هيدي مش عم تتطلع لموضوع الاستدامة، ولا عم تتطلع ل مصالح الناس، ولا عم تتطلع على قديش في فقراء، قديش في جوعى، قديش في ناس عم بيعانوا من تقزم. عندك 30 مليون طفل عم بيزيدوا كل سنة تحت سن الخامسة عندهم تقزم. هيدول حتى لما بدهم يبلشوا يرجعوا يتزبط البرنامج الغذائي والتغذوي تبعهم رح يضلون يعانوا من مشاكل. الدول الكبيرة بعدها عم تعمل حصار، عم تستعمل الغذاء كسلاح ضد الشعوب، عم تستعمل أدواتها المالية العسكرية السياسية من أجل فرض حالات من الحصار على الشعوب والناس. يعني التوجه العالمي مثل اللي بيطلع بسيارة بيعطي إشارة على اليمين بس بيروح على الشمال بالواقع. يعني طبعا، لكن سيد حسن، ألا تعتبر أن هناك جانب من هذه المشكلة حلها يجب أن يبدأ من الشرائح المجتمعية التي غيرت من عاداتها في تناول الأطعمة كتناول المعلبات والمنتجات الألبان والمواد الحافظة، وبالتالي يجب الركون إلى ما كان أجدادنا وأسلافنا يعتادونه من تناول الطعام الحبوب والمنتجات الزراعية مباشرة من الأرض؟ ممتاز. يعني اللي عم تحكي فيه أنت حل استراتيجي. هو بالواقع قبل حوالي 3 سنوات اجتمع مجموعة من العلماء المتخصصين بكتير علوم ومجالات، ووصلوا لاستنتاج مهم جدا بيقول انه اذا كنا نحن بدنا نقدر نكفي عدد سكان الكرة الأرضية بسنة 2050، بدنا نحن بالضرورة نغير العادات الغذائية تبعيتنا، وهيدي اللي حكيت عنها قبل شوي أنا، يعني استهلاك أقل للحوم، ازدياد استهلاك للخضار، ازدياد استهلاك للحبوب والنقولات، يعني بزر وفستق ضامي وفستق حلبي وهالمسائل هيدي، استغلال الثروة السمكية بشكل مسؤول، السيطرة على موضوع التلوث اللي صاير بالمياه الجوفية عبر استخدام الأسمدة بشكل مفرط،
عبر التلوث البلاستيك بالبحار يلي عم بيسبب أمراض ومشاكل للثروة السمكية عم تنتقلنا نحن كمان. يعني عم تتفضل اللي عم تتفضل فيه أنت مزبوط، بس هيدا التوجه يلي أنت عم تحكي فيه هلأ ويلي أنا عم بحكي فيه هو معاكس تماماً لمصالح وبالتالي ممارسات الدول الكبرى والشركات الكبرى. طيب، وبالتالي من ناحية موازية لما تتفضل به أيضا الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والاحتباس الحراري والتي أدت إلى ما أدت إليه، كل هذه العوامل التي تحدثت عنها حضرتك، هل تعتبر أن هذه الجهود الدولية كافية للحيلولة دون استمرار هذه المشكلة العالمية؟ طالما أن المكاسب كانت عالمية، هل ستتضافر الجهود أكثر للخروج منها على مستوى عالمي؟ يعني خليني أنا أقول لك على سبيل المثال، الشهر الماضي صار في قمة الغذاء بنيويورك اللي هي تمت بين المؤسسات الدولية اللي تابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بموضوع الزراعة والغذاء. أوكي. هلأ بالمقابل يعني لا 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 لتكون بالصورة، كل المجتمع المدني والأهلي على مستوى الكرة الأرضية وكل التجمعات يلي بتمثل المزارعين الفلاحين البيئات الزراعية على مستوى الكرة الأرضية قاطعوا قمة الغذاء العالمية. ونحن بالجمعية العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء ساهمنا بشكل فعال جدا بإقامة تحالف للناس والقوى والأطراف أصحاب المصلحة الفعلية بإعادة ترتيب موضوع الغذاء والعدالة في إنتاج وتوزيع الغذاء بالعالم. لأنه ليش صار في مقاطعة وليش صار في مؤتمر بديل؟ لأنه المؤسسات الدولية اللي هي الإفاد والفاو والبرنامج الغذاء العالمي عملوا مؤتمر الغذاء بنيويورك بالشراكة مع الشركات الدولية اللي هي إلى المساهمة الأكبر بالتدهور البيئي والغذائي بالعالم. يعني نحن ماشيين، يعني الدنيا ماشية بعكس ما لازم تمشي فيه. طب في ظل هذا المسعى الذي لا شك أنه يشكل تحديا راهنا كبيرا على مستوى كل شعوب العالم، كيف يمكن للدول برغم التنوعات البيئية والمناخية لها كل بحسب قارته أن تشكل أو أن تصل بشعوبها إلى مستوى أمن غذائي على مستوى البيئي وحتى على المستوى الصحي؟ هل يمكن أن يشمل ذلك رؤية شاملة أم ضمن القارات؟ هلا في حلول عامة، يعني هناك موضوع مشتركات يعني. نعم، في حلول عامة، في موضوع التلوث، في موضوع الزحف العمراني، في موضوع التصحر، في موضوع الإفراط باستخدام الأسمدة وتلوث المياه الجوفية، يلي كلهم هدول عم بيوصلوا لمرحلة عم بيخلوا الطبيعة تثور. يعني عم نلاقي هلا نسبة حرائق مرتفعة، عم نلاقي نسبة براكين، عم نلاقي نسبة زلازل، عم نلاقي طوفانات إلى ما هنالك من هالمسائل. هلا بكل دولة من الدول بالعالم في كمان خصوصيات، يعني في شغلات تشمل في 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 مشاكل عابرة للدول وعابرة للقارات، وفي خصوصيات لحلول على المستوى القطري يلي أنا برأيي ما بتتم إلا عبر شراكات حقيقية ما بين المجتمع المدني يلي هو بيمثل مصالح الناس والأنظمة يلي هي مفترض فيها، يعني بدي أعيد 10 مرات، مفترض فيها تكون هي عم تسهر على مصالح شعوبها واستدامة الأمن الغذائي فيها واستدامة البرامج الزراعية فيها، ولا تتأثر أو لا تخضع لمشيئة و
ضغوط القوى العالمية. طيب سيد حسن، لا شك أنه بحسب ما نقرأ في مختلف الدراسات المعنية أنه نحو 28% من النشاط الزراعي يتركز في مناطق أصلا تعاني من ما يسمى بالإجهاد المائي، ولا شك كما حضرتك تعرف أكثر أنه الشرق الأوسط هو أحد هذه النطاقات الجغرافية التي تعاني من هذا الإجهاد المائي، وبالتالي تؤثر في الإنتاج الزراعي وما يترتب عليه. ما هي الأفق أمام الشعوب لكي تخرج بإطار اتفاقي كبير للصراع على الماء، لحفظ الموارد الطبيعية للدول ضمن نظم وقوانين وسيرورة قانونية كبرى؟ هلا في يا سيدي قوانين دولية بموضوع المياه وتقاسم المياه بين الدول. هالقوانين الدولية عمليا هي خاضعة، يعني تنفيذها خاضع لموازين القوى. يعني إذا بدي أعطي مثل، أنا مفروض سوريا والعراق على سبيل المثال ياخذوا حصتهم من المياه بسبب الأوضاع الداخلية فيهم، إن كان بسوريا أو بالعراق. الـ 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 يعني شركتنا في المنطقة، يعني يلي هو هيك مفترض، يلي هي تركيا، ما عم تعطي الحصة الصحيحة على سبيل المثال. يعني والأمر ينطبق من ناحية أخرى على فلسطين وسوريا ولبنان. طبعا العدو الصهيوني، نحن بعرف بالأردن مثلا صار في اتفاقية وادي عربة بيننا بالأردن وبين العدو الصهيوني بكتير مسائل، ومن ضمنها موضوع توزيع المياه. العدو الصهيوني أعطى المي الحصة مرة واحدة من وقت اتفاقية وادي عربة حتى الآن، مرة واحدة. والسنة الماضية بس بعنا 9 مليون متر مكعب بمبالغ طائلة، حط إيده على مياه اليرموك، صحيح، وأخذ المياه، حصة المياه من نهر الأردن، وقام بشفط كميات ضخمة من المياه من وادي عربة اللي هو بالجنوب على سبيل المثال. يعني في قانون جهة بجهة، وفي بجهة تانية ما يطبق. لعلنا نفصل سيد حسن في مناسبات أخرى في هذه النقطة تحديدا. كنت معنا من عمان الخبير الزراعي والعضو المؤسس في العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء السيد حسن جعجع، شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافة. تمكن الصيدلاني مجدي علقم من إنشاء مزرعة للفواكه الاستوائية في الأردن، حيث يعتمد على سماد من نوع خاص. هذا التقرير للانا شاهين. الفواكه الاستوائية أصبحت في متناول أيدي الأردنيين، فهنا تنمو في مزرعة صديقة للبيئة لا مكان فيها للسماد الكيماوي، حيث حل محله سماد عضوي غير تقليدي. فمن الديدان يستخلص الصيدلاني مجدي علقم الأسمدة العضوية اللازمة للنباتات الاستوائية، وما بين سماد سائل وآخر صلب تنمو النباتات وتكبر. السائل نستخرجه أثناء ترطيب مزرعة الدود، طبعا احنا معمول بأحواض بانيوهات ميلان معين، لما نرطب المزرعة بينزل السائل بنجمعه وبنسمد فيه المزرعة بشكل عام. الصلب نستخرجه بعد 3 شهور من عمر المزرعة، بيكون الدود وصل للحجم أو حجم التكاثر اللي احنا بدنا إياه، بيقلل ملوحة التربة، بيعطي التربة الإنزيمات والهرمونات اللي هي بحاجة إلها. بلشنا بزراعة الباشن فروت، زرعنا المانجا، زرعنا دراجون فروت. أفضل أصناف النباتات الاستوائية من حيث الكمية والنوعية تنتجها المزرعة، فهي ذات إنتاج وفير ومردود اقتصادي عال، وتمتاز بالجودة وتوفير المياه. ومع استخدام برضو كمان السماد العضوي اللي هو السماد الدود، يعني بتعطينا وفرة بالمي أكثر من 50% تقريبا، يعني وهي نسبة كتير ممتازة يعني بالنسبة للزراعات، وبالنسبة برضو لشح المياه الموجود في الأردن. يعني بالنسبة للباشن فروت، احنا البيت فيه تقريبا معدل حوالي 100 شجرة، المتوسط انتاج البيت، طبعا شجرة بتعطي موسمين بالسنة،
البيت الواحد بيعطي متوسط من 500 ل 800 كيلو. خطط تطوير المزرعة قد وضعت، فالعمل يجري حاليا على زيادة وزن الصنف كي يبلغ 400 جرام، على أن يحتوي على نسبة سكر أعلى ومقدار حموضة أقل. لنا شاهين عمان، الميادين. الصحية انتهت، إلى اللقاء.